بسم الله الرحمن الرحيم، انا احمد جاد وهتكلم في الفيديو ده ازاي نعمل استنتاج للكونفوليوشنال نيورال نتورك من الفولي كونكتد نتورك. هنتكلم على مثال بسيط جدا في ايمج السايز بتاعها 3 في 3 وعايزين نعمل لها كلاسيفيكيشن عن طريق الفولي كونكتد نتورك. في المثال ده البيكسلز هتعتبر الانبوت للنيورال نتورك. الايمج السايز بتاعها 3 في 3 يعني فيها 9 بيكسلز، علشان كده نعمل انبوت لاير في 9 نيورونز، بحيث ان اول نيرون هياخد الفاليو بتاعته من البيكسل في اللوكيشن 0 0، النيرون الثاني هياخد الفاليو بتاعته من البيكسل 0 1، النيرون الثالث هياخد الفاليو بتاعته من البيكسل 0 2، النيرون الرابع هياخد الفاليو بتاعته من البيكسل 1 و0، وهكذا لغايه ما نملى كل الانبوت لاير. هنستخدم هيدن لاير في 16 نيرونز، ولان النتورك فولي كونكتد نتورك ده معناه ان كل نيرون هتكون متوصله بكل النيرونز اللي في اللاير اللي قبلها واللاير اللي بعدها. فلو بدانا باول نيرون في الانبوت لاير هتكون متصله بكل النيرونز اللي موجوده في الهيدن لاير. عندنا 16 نيرونز في الهيدن لاير، علشان كده اول نيرون في الانبوت لاير هيكون في 16 كونكشن لكل نيرون في الهيدن لاير. طبعا كل كونكشن هيكون ليها ويت، الويتس ممكن نديها رمز عام WXY، بحيث ان الاكس بتمثل الاندكس الخاص بالانبوت نيرون والواي بتمثل الاندكس بتاع الهيدن نيرون. فبالنسبة لاول كونكشن موجودة ما بين الانبوت نيرون اللي هو 15 واول هيدن لاير نيرون هيكون ليها ويت W00، ومعناها ان احنا بنوصل اول انبوت باول هيدن نيرون. الكونكشن التانية هيكون ليها ويت W01، دي معناها ان احنا بنوصل اول انبوت بتاني هيدن نيرون. الويت التالت هيكون الرمز بتاعه W02، ده معناه ان احنا بنوصل اول انبوت بتالت هيدن نيرون، وهكذا لغايه ما نوصل ل W015 اللي هي بتوصل اول نيرون في الانبوت لاير مع اخر نيرون في الهيدن لاير. عدد الويتس اللي موجوده لاول نيرون في الانبوت لاير هيساوي 16، اللي هي من اول الويت W00 لغايه الويت W015، وهنكرر نفس الحاجة دي على كل النيرونز اللي موجودة في الانبوت لاير. النيرون التاني في الانبوت لاير هيكون متوصل بكل النيرونز في الهيدن لاير، وفي نفس الوقت هيكون ليه الويتس الخاصة بيه، بس دلوقتي الويتس هيكون ليها الاكس ليه قيمة بتساوي 1، لان احنا بنشتغل مع الانبوت نيرون رقم 2. وبرضو عدد الويتس اللي تاني نيرون في الانبوت لاير محتاجها بيكون 16، من اول الويت 1 0 لغاية الويت 1 15، وهكذا تالت نيرون في الانبوت لاير هيكون متوصل بكل النيرونز اللي في الهيدن لاير، وهكذا لكل التسعة نيرونز اللي موجودة في الانبوت لاير. بعد ما عملنا نتورك فيها انبوت لاير وهيدن لاير ووصلنا كل نيرون في الانبوت لاير بكل نيرون في الهيدن لاير، محتاجين نحسب عدد البارامترز اللي موجودة في النتورك لغاية دلوقتي. عدد البارامترز هنحسبها ازاي؟ الانبوت لاير في 9 بيكسلز او 9 نيرونز، وكل نيرون هتكون متوصلة ب16 نيرون في الهيدن لاير، بمعنى ان كل نيرون في الانبوت لاير هتحتاج 16 ويت. فبالتالي عدد البارامترز اللي موجود في النتورك كلها لغاية دلوقتي هيساوي 9 في 16 ب144 ويت. طبعا عدد البارامترز دي ما بتشملش البايز، 144 بارامتر مش عدد كبير، احنا ممكن نعمل تريننج للنتورك دي بسهولة، بس المشكلة بتنتج في حالة زيادة عدد النيرونز وعدد اللايرز، بنلاقي ان عدد البارامترز بيزيد بشكل كبير. على سبيل المثال، بدل ما كنا بنستخدم هيدن لاير واحد بس في 16 نيرون، احنا ممكن نستخدم 2 هيدن لايرز، اول هيدن لاير في 90 نيرون وتاني هيدن لاير في 50 نيرون، ونشوف عدد البارامترز الاجمالي في النتورك في الحالة دي. عدد البارامترز ما بين الانبوت لاير وما بين اول هيدن لاير هيساوي 9 في 90، بيساوي 810 بارامتر. عدد البارامترز ما بين الاثنين هيدن لايرز هيساوي 90 في 50، يعني بيساوي 4500 بارامتر. عدد البارامترز الاجمالي في النتورك هيساوي 5310 بارامتر. نلاحظ ان عدد البارامتر زادت بشكل كبير لما زودنا عدد النيرونز وعدد الهيدن لايرز. مثال تاني يوضح ان عدد البارامترز بتزيد بشكل كبير جدا لو زودنا عدد النيرونز وعدد اللايرز، هو صورة فيها 32 في 32 بيكسلز، يعني 1024 بيكسل، هندخلها على انبوت لاير في 1024 نيرون، والانبوت لاير ده متوصل بهيدن لاير واحد بس في 500 نيرون. هنلاقي ان عدد البارامترز في النتورك في الحالة ديت بيساوي 1024 في 500، يعني 512 ألف بارامتر،
طبعا ده عدد كبير جدا من البارامترز، حتى لو كان المثال اللي بنشتغل عليه في صورة صغيرة جدا. لو الصورة دي حجمها زاد أو زودنا عدد النيرونز أو زودنا عدد اللايرز، هنلاقي إن عدد البارامترز بيزيد بشكل كبير جدا، فبالتالي بيكون صعب إن أنا أعمله تريننج بسهولة. وده أول حاجة الكونفوليوشنال نيورال نتورك بتساعدنا فيه. باستخدام الكونفوليوشنال نيورال نتورك إحنا ممكن نعمل لارج نتورك باستخدام عدد أقل من البارامترز مقارنة بالفولي كونكتد نتورك. لو بصينا على الكونكشنز اللي موجودة ما بين أول نيرون في الإنبوت لاير وكل النيرونز اللي موجودة في الهيدن لاير، هنلاقي إن في يونيك ويت لكل كونكشن. لكل نيرون في الهيدن لاير فيها ويت خاص بيها مختلف تماما عن الويت اللي موجودة في أي نيرون تاني في الهيدن لاير. أول طريقة من خلالها الكونفوليوشنال نيورال نتورك بتقلل عدد الويت بإن هي بدل ما بتدي ويت لكل نيرون هتدي ويت لكل مجموعة نيرونز. على سبيل المثال ممكن كل 4 نيرونز نديهم نفس الويت. فلو أخذنا أول 4 نيرونز بالهيدن لاير هنلاقي إن كل واحدة فيهم دلوقتي ليها ويت منفصل W00 W01 W02 W03. أنا ممكن أشيل الأربعة ويتس دول كلهم وأحط مكانهم ويت واحد بس اللي هو ويت 00. فبالشكل ده بدل ما كان عندي 4 ويتس للأربعة نيرونز بقى عندي ويت واحد بس لكل الأربعة نيرونز. وهكذا الأربعة نيرونز اللي عليهم الدور هيكون ليهم ويت واحد بس بدل ما يكون لكل واحدة فيهم ويت منفصل. الويت بتاعهم هيكون ويت 01. الأربعة نيرونز اللي عليهم الدور هيكون ليهم ويت واحد بس اللي هو الويت 02، وآخر أربعة نيرونز هيكون ليهم ويت واحد بس ليهم كلهم وهو ويت 03. فبالتالي بدل ما كان أول نيرون في الإنبوت لاير بيستخدم 16 ويتس، دلوقتي هيستخدم 4 ويتس بس. ممكن نعرض النتورك بشكل تاني بإن يكون في كل 4 نيرونز بتشترك في نفس الويت هيكون فيهم لينك واحد بس متوصل بيهم. على سبيل المثال بالنسبة لأول نيرون مع أول جروب هيكون في ويت واحد بس اللي هو ويت 00 متوصل بالأربع نيرونز اللي ليهم إندسيز 0 و1 و2 و3. محتاجين دلوقتي نشوف عدد البارامترز اللي موجودة في النتورك بعد ما عملنا جروبينج لأكتر من نيرون تحت نفس الويت. بالنسبة لعدد البارامترز لأول نيرون في الإنبوت لاير بعد ما عملنا جروبينج للنيرونز هيساوي 16/4، يعني هيساوي 4 ويتس. والسبب في كده ان احنا جمعنا كل 4 نيرونز في الهيدن لاير تحت ويت واحد بس، يعني قسمنا الويتس على 4. وبنفس الطريقه هنوصل بقيه الانبوت لاير نيرونز الباقيه بالهيدن لاير، فتاني انبوت نيرون هيكون متوصل ب 4 ويتس بس بدل 16 قبل كده. اول ويت اللي هو الويت 10 هيكون متوصل باول 4 نيرونز. الويت 11 هيكون متوصل بتاني 4 نيرونز. الويت 12 هيكون متوصل بتالت 4 نيرونز. والويت الرابع اللي هو ويت 13 هيكون متوصل باخر 4 نيرونز في الهيدن لاير. برضو عدد البارامترز لتاني نيرون في الانبوت لاير هيساوي 4 بدل 16 زي ما كان قبل كده. هنكرر نفس الحاجة على بقية النيرونز اللي موجودة في الانبوت لاير. بدل ما كان قبل كده كل نيرون متوصلة بكل نيرون في الهيدن لاير عن طريق يونيك ويت، لا كل 4 نيرونز في الهيدن لاير هيكونوا متوصلين عن طريق ويت واحد بس. وممكن دلوقتي نشوف عدد البارامترز قلت ازاي بعد ما عملنا جروبينج للنيرونز. قبل ما عملنا جروبينج للنيرونز كان عندي 9 نيرونز في الانبوت لاير وكل نيرون محتاج 16 ويت، يعني عدد البارامترز الاجمالي هيساوي 9 في 16، 144 بارامتر. بعد ما عملنا جروبينج للهيدن نيرونز مازال عندي 9 نيرونز في الانبوت لاير، ولكن كل نيرون في الانبوت لاير محتاجة 4 ويتس بس بدل من 16 ويتس زي ما كان قبل كده. علشان كده عدد البارامترز هتبقى 9 في 4، يعني بتساوي 36 بارامتر. ممكن نشوف قد ايه احنا عملنا ريديوس لعدد البارامترز اللي كانت موجودة في النتورك. قبل ما كنا بنعمل جروبينج للنيرونز كان عندي 144 بارامتر، وبعد ما عملنا جروبينج للنيرونز بقى عندي 36 بارامتر، يعني عملت ريديوس ل 108 بارامتر. فبالشكل ده الريدكشن بيرسنت بيساوي 75%، يعني 75% من البارامترز انا شلتهم واحتفظت فقط 25% من البارامترز. طبعا انا قدرت اني اقلل عدد البارامترز الموجوده في النتورك، بس ده ممكن يقلل في الكلاسيفيكيشن بيرفورمانس.
بس ممكن نعوض ده بإن احنا نزود عدد النيورونز اللي موجودة في الهيدن لايرز، وإن احنا نزود عدد الهيدن لايرز برضه. لغاية دلوقتي قدرنا نعمل ريدكشن ل 75% من البارامترز، بس ممكن نعمل ريدكشن بأكتر من كده. لو اشتغلنا مع أول جروب اوف نيورونز هنلاقي إن كل النيورونز اللي في الانبوت لاير متوصلة بالجروب ده. ممكن نفك الجروب ونخلي كل النيورونز اللي في الانبوت لاير متوصلة بكل نيورون داخل الجروب. الاختلاف دلوقتي ان كل النيورونز الاربعة اللي داخل نفس الجروب هيكون ليهم نفس الويت. ممكن نشتغل بس مع اول نيورون داخل اول جروب ونشوف احنا ازاي ممكن نقلل عدد البارامترز اكتر. نلاحظ ان النيورون ده متوصل بكل النيورونز اللي موجودة في الانبوت لاير، او بمعنى تاني بتوصل بكل الايمج بيكسلز، سواء كانت الايمج بيكسلز دي قريبة من بعض او بعيدة عن بعض. هو بيستقبل كل البيكسلز اللي موجودة في الايمج، ولكن في الايمج اناليسز بنلاقي ان البيكسل بتكون كوريليتد مع البيكسلز القريبة منها، بمعنى تاني النيبرز، ان بيكون في علاقة ترابط ما بين البيكسل والنيبرز اللي حواليه. انما كل ما الديستانس بتزيد ما بين اتنين بيكسلز كل ما بيكون في ترابط قليل ما بينهم. على سبيل المثال لو كنت عايز اعمل ديتكشن للفيس في الكاميرا مان ايمج، فالبيكسلز اللي هتساعدني هي البيكسلز اللي موجودة في الفيس. انما في النتورك اللي احنا شغالين بيها دلوقتي هي مش بتعتمد فقط على البيكسلز اللي موجودة في الفيس، ده بتستقبل كل البيكسلز اللي موجودة في الايمج، سواء كانت البيكسلز دي موجودة في الفيس او بره الفيس. فده بيخلي مجموعة من البيكسلز تدخل معاها في الحسابات وتأثر على الناتج. على سبيل المثال في بيكسل في الارضية، في بيكسل في المبنى، في بيكسل في السماء، كل البيكسلز دي ملهاش اي علاقة بالحاجة اللي انا عايز اعملها، ومع ذلك دخلت في الحسابات، فدي هتأثر بالسلب على الناتج اللي هيطلع. فمحتاجين طريقة نخلي بيها النتورك تشتغل مع البيكسلز الكوريليتد مع بعض بس، ما تستخدمش كل البيكسلز الموجودة في الصورة، لأن أكيد كل البيكسلز الموجودة في الصورة مش بيكون كلهم كوريليتد مع بعض. وده هيتم كالتالي: الهيدن لاير احنا قسمناه لأربعة جروبز، كل جروب بتناظر فلتر في الكونفوليوشنال نيورال نتورك. كان عندي أربعة جروبز يبقى هيكون عندي أربعة فلترز. عندنا أربعة فلترز يبقى المفروض هنطلع أربعة فيتشر مابس. طب الفيتشر مابس هتطلع إزاي؟ كل جروب المفروض إن بيكون فيه أربعة نيرونز، الأربعة نيرونز هيطبقوا على نفس الصورة علشان يطلعوا الفيتشر ماب في النهاية. طب إزاي الأربعة نيرونز هيتعاونوا علشان يطلعوا الفيتشر ماب النهائية؟ كل نيرون هتشتغل مع جزء معين من الصورة، السايز بتاع الجزء ده بيختلف بناء على السايز اوف ايمج اللي بنشتغل عليه. في المثال ده هنشتغل مع ريجون السايز بتاعها 2x2، فبالشكل ده كل نيرون من الاربع نيرونز اللي موجودة داخل كل جروب هتشتغل مع ريجون 2x2، والناتج بتاعهم في الاخر هيستخدم علشان يطلع الفيتشر ماب اللي بتطلع من كل جروب. بالنسبة لاول نيرون داخل اول جروب عايزين نشوف ايه البيكسلز في الايمج اللي هتشتغل عليها. اول نيرون في اي جروب هتبدا من عند التوب ليفت بيكسل اللي هي البيكسل في اللوكيشن 00، هتبدا من عند البيكسل دي وتختار ريجون السايز بتاعها 2x2. بالشكل ده احنا ضمننا ان البيكسلز اللي هتكون موجوده كانبوت لاي نيرون هتكون هي البيكسلز اللي فيها كوريليشن مع بعض، لان كل البيكسلز اللي داخل الريجون اللي اخترناها هيكون في ترابط ما بينهم لانهم قريبين من بعض، ما اخترناش اي بيكسل بعيده عن البيكسل اللي احنا واقفين عليها دلوقتي اللي هي البيكسل في اللوكيشن 00. وهنبدأ دلوقتي نوصل كل بيكسل بالنيرون. بالنسبة لأول بيكسل للقيمة بتاعتها 15 هتتوصل وهيكون ليها ويت، الويت هيكون ليه رمز عام W-XY، بحيث ان الاكس هي الجروب اندكس والواي هي الاندكس الخاصة بالانبوت اللي داخل الجروب. فأول بيكسل هيكون ليها ويت W-00، وده معناها ان ده الويت لأول جروب والأول إنبوت داخل الجروب. البيكسل اللي بعدها ليها قيمة 8 هتتوصل برضو بأول نيرون داخل أول جروب وهيكون ليها ويت W-01، وده معناه إن ده الويت لأول جروب والتاني إنبوت داخل الجروب. البيكسل التالتة هيكون ليها قيمة 10 وهتتوصل بويت W-02. البيكسل الأخيرة ليها قيمة 17 وهتتوصل بويت W-03. بالنسبة لتاني نيرون داخل أول جروب محتاجين نشوف ايه البيكسلز اللي هتشتغل معاهم. قبل كده كنا بدأنا من البيكسل 15، هنعمل شيفت ونبدأ من عند البيكسل 8. البيكسل دي هنقف عندها ونختار ريجون السايز بتاعها 2x2، وبالشكل ده ضمننا ان كل البيكسلز اللي هتدخل لتاني نيرون ف
فأول جروب كلهم بيكونوا correlated مع بعض. الأربعة بيكسلز دول هيتوصلوا بتاني نيرون في أول جروب وهيستخدموا نفس الويتس اللي كانت مستخدمة مع أول نيرون. والسبب في كده إن كل النيرونز داخل أي جروب هيكون ليها نفس الويتس. هنشتغل دلوقتي مع تالت نيرون داخل أول جروب وعايزين نشوف إيه الريجون اللي هتشتغل معاه. هنختار البيكسل اللي عليها الدور. قبل كده كنا مستخدمين البيكسل 8، فالمفروض إن إحنا نستخدم البيكسل 9، بس لو إحنا وقفنا عند البيكسل 9 مش هنقدر نختار ريجون السايز بتاعها 2x2، علشان كده البيكسل اللي عليها الدور هيكون البيكسل 10. هنقف عند البيكسل 10 ونختار ريجون السايز بتاعها 2x2. بعد كده كل البيكسلز دي هتدخل كإنبوت لتالت نيرون داخل أول جروب، وطبعا هيستخدموا نفس الويت اللي كان مستخدم مع النيرون الأولى والتانية داخل أول جروب. بعد كده هنشتغل مع آخر نيرون داخل أول جروب، عايزين نشوف إيه الريجون اللي هتشتغل معاه. قبل كده كنا استخدمنا البيكسل 10، هنعمل شيفت ونختار البيكسل 17. هنختار الريجون اللي فيها 2x2، وكل البيكسلز اللي فيها طبعا هيكونوا correlated مع بعض. البيكسلز دول كلهم هيدخلوا كإنبوت للنيرون دي وهيستخدموا نفس الويتس اللي كانت مستخدمة مع أول 3 نيرونز داخل أول جروب. وممكن دلوقتي نحسب عدد البارامترز اللي استخدمناها في أول جروب. بالنسبة لأول جروب استخدمنا فيها 4 ويتس بس، والسبب في كده إن كل نيرون داخل كل جروب بتستقبل فقط الكوريليتد بيكسلز، وإحنا حددنا الريجون اللي هتستخدم مع كل نيرون هيكون السايز بتاعها 2x2. والسبب الثاني إن كل نيرونز داخل كل جروب بيعملوا مشاركة لنفس الويتس. بالنسبة لعدد البارامترز لكل الجروبس اللي موجودة في النتورك هيكون 4x4، لأني عندي 4 جروبس وكل جروب بتستخدم 4 ويتس، يبقى هيكون الناتج 16 ويتس. ممكن دلوقتي نشوف الـ Reduction Percent للبارامترز اللي في النتورك مقارنة بقبل كده لما كنا بنستخدم 144 ويتس، بالحل اللي احنا وصلنا لها دلوقتي ان احنا بنستخدم 16 ويتس. هنلاقي ان عدد البارامترز اللي عملنا لهم سيف وصل ل 128 بارامتر، يعني الـ Reduction Percent بقى بتساوي 88.89%. دي نسبة كبيرة جدا من الـ Reduction، وتوضح قد ايه الـ Convolutional Neural Network بتستخدم عدد اقل من الويتس مقارنة بالفولي كونكتد نتورك. اخر حاجة محتاجين نشوفها هي الكونفليوشن اللي موجودة داخل CNN جات منين. المفروض اي نيرون داخل اي جروب بتجيب السم برودكت ما بين الانبوتس اللي داخلها في الويتس المناظرة ليها. فعلى سبيل المثال اول نيرون داخل اول جروب هتجيب السم برودكت كالتالي، هتضرب اول انبوت اللي هو 15 في الويت المناظر ليه اللي هو W-00، زائد تاني انبوت 8 في الويت المناظر ليه W-01، زائد تالت انبوت 10 في الويت المناظر ليه W-02، زائد اخر انبوت 17 في الويت المناظر ليه W-03. ممكن اطلع نفس الناتج من خلال ضرب مصفوفات، باني اول حاجة احط الانبوتس بشكل مصفوفة، وفي نفس الوقت احط الويتس في مصفوفة. لما اضرب المصفوفتين دول element by element هطلع نفس الناتج، لان ال 15 هيكون مناظرة ل W-00، وال 8 مناظرة ل W-01، وال 10 مناظرة ل W-02، وال 17 مناظرة ل W-03. بالنسبة لتاني نيرون داخل اول جروب السم برودكت بتاعها هنجيبه، وفي نفس الوقت ممكن نعبر عنه بشكل مصفوفة، وهكذا للنيرونز التالتة والرابعة اللي موجودة داخل أول جروب. فممكن نعبر عن الناتج اللي بيطلع من خلال كل نيرون داخل أول جروب من خلال ضرب مصفوفتين element by element. ونلاحظ إن الحاجة اللي احنا وصلنا لها دي بالفعل تعتبر convolution، لأن convolution بيستخدم sliding window. الويندو دي بتختار region من الإيمج، والريجون دي تضربها في ماتريكس تانية. الماتريكس التانية اللي احنا بنستخدمها تعتبر هي الويتس ماتريكس، ودي فكرة الكونفوليوشن اللي موجودة داخل الكونفوليوشنال نيورال نتورك. وبالنسبة للريفرنسز، اولا في كتاب اسمه جايد تو كونفوليوشنال نيورال نتوركس، والكتاب ده بيعرض الكونفوليوشنال نيورال نتورك من خلال مثال على الساين ديتكشن والكلاسيفيكيشن. وتاني حاجة ارتكل بيعرض كل الخطوات اللي معروضة في الفيديو بعنوان Derivation of Convolutional Neural Network from Fully Connected Network Step by Step.